أخبار اليوم. وليبدلنهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنا بالله ربا وهو الملك وهو العليم الحكيم، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين عبد الله ورسوله محمد الأمين عليه الصلاة والسلام والتسليم في الأولين والآخرين وفي الأمر الأعلى والأكمل الدين. الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشكركم جميعا ورحبوا بالأخ البشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية المنتخب. وأتوجه إليه التهية الخالصة على شكل الشعب السوداني العالية والغالية التي أكدها للتطبيق الشعبي غير المسبوق في تاريخ البلاد. فلم يسبق أن اجتمعت معظم الأحزاب السودانية على مرشح مثل ما كانت في هذه الانتخابات، ولم يسبق أن نال مرشح ثقة الذين شاركوا في الانتخابات بمثل ما أظهرت النسبة الرئيسية في هذه الانتخابات، ولم يسبق أن راهنت فئة المجتمع وجماعاته على مرشح مثل ما قالت في هذه الانتخابات. الأخوة والأخوات أعضاء الهيئة التشريعية القومية، في يوم رأس السودان هذا أرحب وأحيي أرحب ترحيبا صادقا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ومسؤوليني. وأحيي وأرحب بالإخوة رؤساء البرلمانات من الدول الشقيقة والصديقة وعلماء المنظمات الذين شرفونا بالمشاركة في هذا اليوم الحافل بالشكر لله سبحانه وتعالى. وأحيي كذلك سائر الضيوف الأجلاء الذين يشهدون معنا هذه الجلسة التاريخية. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بالسيد روبرت موغابي فخامة رئيس دولة زيمبابوي ورئيس الاتحاد الأفريقي. وأرحب بالسيد إدريس جدي فخامة رئيس الجمهورية الشاب. وأرحب بالسيد عبد الفتاح السيسي فخامة رئيس الجمهورية الشعبية. وأرحب بالسيد إسماعيل الأردني فخامة رئيس الجمهورية الجبتي. وأرحب بالسيد فرد الأمينة رئيس جمهورية كينيا. وأرحب بالسيد حسن الشيخ موسى حسن الشيخ محمود فخامة رئيس جمهورية الصومال. وأرحب بالسيد خالد بن عبد الكريم رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأرحب بالسيد محمد نور رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى. ورحب بالسيد نور الدين برهان فخامة الهيئة الأولى ورئيس جامعة الأمم. ورحب بالسيد جيم الصناوية نائب رئيس جمهورية شمال السودان. ورحب بالسيد أدوار ستاندي ستاندي نائب رئيس جمهورية أوغندا. ورحب بالبروفيسور
رمي وسماته رئيس رئيس جمهوريه الامير الاتحاديه. ورحبته بالسيد احمد عبد الله المحمود نائب رئيس الوزراء قطر. ورحبته بسمو الامير مصطفى بن يزيد بن عبد العزيز. وأرحب بالشيخ خالد بن راشد آل خليفة نائب رئيس وزراء مملكة البحرين. وأرحب بالسيد عبد الله المعتوب المعتوب استشاري الديوان الأمير الكويتي. وأرحب بالشيخ محمد بن أحمد الحارثي مستشار الدولة وسط عمان. ورحبوا بالسيد عبد الله محمد عباس وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ورحبوا بالسيد محمد بن عبد الخليفة رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري. ورحبوا بالسيد سيدي وزير حماية البيئة الجمهورية الشعبية. ورحبوا بالسيدة خديجة مبارك فاز وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا. ورحبوا بالسيد إبراهيم دوغدروخ نائب وزير الخارجية والدروس الخاص بروسيا بروسيا. ورحبوا بالسيد مهران العبدوني مبشر الرئيس التونسي. ورحبوا بالسيد محمد كرارة المستشار مجلس رئيس الجمهورية البرونزي. ورحبوا بالسيد كارلو كريستوفاني مساعد سفير الفلبين في القاهرة والسجن الجامعي. ورحبوا بالسيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورحبوا بالسيد إيلان أميني الأمين العام لمنظمة التعاون الشامي الشامي. ورحبوا بالسيد محمد موسى نائب الأمين العام لإيجاد. ورحبوا بالسيد الثاني عمي رئيس مجلس النواب بالمملكة العربية. ورحبوا بالسيد عزيز بن كباري نائب وزير النقل الخليجي. فلهم التحية جميعا ولهم الشكر الطيب على هذا الحضور الحافل الأمين بيننا في هذا اليوم الطيب.